حتى أنت يا بروتس. هي مقولة منتشرة بين الناس عند حدوث غدر أو خيانة غير متوقعة من الأقربين، وهي مستوحاة من مسرحية يوليوس قيصر للأديب الإنجليزي ويليام شكسبير. الطعنة التي تم تصنيفها من أبشع الطعنات وأقبح عملية اغتيال في التاريخ. إنها لحظة اغتيال يوليوس قيصر إمبراطور روما الدكتاتور. كانت لحظة عصيبة وصعبة حين خانه كل من وثق بهم يوما واجتمعوا واتفقوا جميعا أن يقتلوه. ذلك الاجتماع حين انهال عليه الكل بالطعنات، وقيصر ما زال واقفا لم يسقط رغم كل الطعنات في جسده، حتى رأى صديق عمره بروتس. نظر يوليوس قيصر نحو صديقه وهو متخبط بدمائه، وفي عينيه التمعت نظرة رجاء وارتياح، اعتقادا منه أن صديق عمره جاء لينقذه. وضع يده على كتفه ينتظر منه العون، فقام بروتس هو الآخر بطعنه. هنا قال يوليوس قيصر جملته الشهيرة.